كوكو تو الموند، جيسبر كو فيز الي بيان، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. انتم اليوم تشوفوا في هاد لا فيديو، اليوم هاد لا فيديو سبيسيال بزاف، مفرح بزاف. منها البنات حاجة واحدة اخرى، اليوم راني فرحانة بزاف بزاف، راهي عندي ضيفة عزيزة بزاف 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 عليا، وعندي واحد 6 شهور ولا سبعة ما شتهاش، واليوم جات ليا وفرحت، وعندها وهي في لاتركي، عندها شهرين وهي في لاتركي وما تلاقيناش، بس كانت انا كنت في اون فاكونس ما تلاقيناش، حتى كي بقاو لها 4 ايام وتروح باش راح نتلاقاو. انا المهم راني وجدت فطوري، دوك تشوفوها دوك تحضروا معاها تعرفوها كامل. وجدت فطور خفيف ظريف، بس اخر لحظه درت سلطه، درت زعلوكه كيما نقولوا لها حنا. هنا راني مدايره الروز، وهنا راني دايره بلا اوفو، ماشي بلا اوفو يعني الدجاج بالبطاطا والخضره. فوالا هذه هي، نروحوا حنا نفطروا هابخي نولي ليكم. راهي ساعدتك شغله ني ديت، مانيش عارفه كامل نهضر في صحه، توحشت هاد اللحظه تشوفوها اليوم. سوربرايز، اول مره معانا السيده الصديقه الحنونه العطره تسلمي لها هذه ثانيه صديقتي حبيبتي واختي. اول مره راح تبان معانا فلاش اليوتيوب تاعي، من قبل ما كانش تبان، مي قالت لي خلاص عرفت المصداقيه تاعكم كي كنت كامل تقرا لي كومونتير، كي تكتبوا لها لتحت وتقولوا لي صديقتك تبان ناس ملاح، تبان مليحه. ايفا اليوم قررنا باللي تبان معايا. إليك كلمة ثانية حبيبتي، يلا. السلام عليكم، شلونكم حبايب زاهو؟ طبعا أنا جديد جيت يم زاهو، كلش كنت مشتاقة لها ومشتاقة. مرحبا بك حبيبتي. تسلمي لي حبيبتي، و ماشي أقول لهم. عندها شهرين وهي هنا وما تلاقيناش. إيه. لانه انا كنت بالعطله وهي راحت لدارهم وزات ولات هنا، كانوا عندها شويه شغالات ما تلاقيناش مع الاسف، من اليوم تلاقينا وكانت قصيره يعني غدوه راح تروح. يعني غدوه تروح قسمه، سبحان الله سبحان يعني ما جتي. اي والله ما قعدناش كاع سبحان يعني الايامات اللي تعرفنا فيهم جدد قبل 4 سنوات، تخيل شفتي هذاك العام. أيوة مع بعض واحد 6 أشهر مع بعض، صباح مساء صباح. أيوة مساء. بعدين انت رحتي لأمريكا وخليتي البنات صح، مشان أوراقك خليتي البنات. ومن هذاك صارت يعني صرت كثير تروحي وما تجي وما نجي. نعم بعد استقريت بأمريكا يعني الأجواء أروح يعني الصيف هنا والشتاء هنا. بس هالمرة جيتي خفيف خفيف، ما لا بنات لا والو، جات وحدها. أيوة ثانية نعم. هالمرة جات وحدها والله العظيم غير الحمد لله ماشي. ايه الحمد لله على كل شيء. هذه هي البنات كيما شفتوا، جات صديقتي فرحت بزاف، طلع لي المورال بيسك والله العظيم صح صح توحشتها، وكنت حابه نشوفها اكثر واكثر. بصح تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، انت كنتي هنا عندك شغالات، انا كنت في اورلا ما تلاقيناش، مي ان شاء الله يا ربي يا ربي تتحسن الامور وتجي ديفينيتيف ان شاء الله لهنا لا قدرها ربي. و هاك شغل على حسابي يبقى مرتبط على البنات ودراستهم وكل شيء يعني حتى هذه اللي بيه الخير اللي بيه الخير يصير ان شاء الله. فوالا هذه هي، احنا دوك نوجدوا روحنا ونروح. انا رايحه عند خوت راجلي بيسكراو جاي خال عمي رايو وعمتها. فوالا وين تسكن ثانيه يعني الباتيمون تاعها، ونزيدو نصور لكم شويه الطريق. هاي ثانيه قول لهم باي باي، وغدوه اذا صورنا راح تكوني معايا غدوه. اذا ان شاء الله ان شاء الله بالك غدوه ثاني نكمل لكم هاد لا فيديو مع غدوه ان شاء الله، نروح ليها باش توري لكم واحد لي برودوي اللي راهم هما شركه امريكيه يا اخي. غدوه راح تعرفكم عليها، عندها واحد البون بلون لواحد لي برودوي. ريستي برونشي باش غدوه ان شاء الله اذا تحت لي الفرصه رحت ليها باش نوري لكم هاد لي برودوي اللي انا قلت لكم عليهم. باي الى الملتقى ان شاء الله. Good morning. Day 2 with Mirai and my friend Sanya. كنتي سانيا نقلبو مود انجلي. كيما راكم البنات راح نكمل لكم الفلوق تاع البارح كيما كانت معايا صديقتي سانيا. اليوم عزمتني الصباح على الفطور لدارها، من المحال انه سانيا تروح وما نفطرش عندها فطور الصباح، بس على بالكم هما فطور الصباح يديروا دندق 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 ما
شوفوا هاي وحده وشوفوا شو جدتنا وحده هذه ثانيه كل جو من الاولاد شو تحطي ثانيه وما نفطرهم بيخلاص بسلامتهم على بيها ياكلوا جوج خضار في النهار نحطت مكسرات هنا سوجوك بالبيض لي فرماج هذوك البواشات حتى العنب وكاين ولدنا كيما قلت لكم اليوم جيت انا عند ثانية باش نفطر عندها فطور صباح خلوني نفتح عينيا باسكو مازالني مغمضة بقينا عاد نولي ليكم العجوزة تاعي تربعت ودوكا مازيد زاد دارت الكاورما هذا العادات تاع الاتراك والتركمان ماميه تركمانيه يديروا اللحم هكا مفتفت يقليوه مع الصباح هكا كي تكون في لابيريود تاع العيد لا اله الا الله محمد رسول الله حنا في حنايا شوفوا كاس قهوه قدامها حبه كرواسون ولا كسره ويلا شوفوا راني نصور لكم اليوم في داري واش من صور واش من فيديو فيديو البركه فيديو ريحه البلاد فيديو واش نحكي لكم يعني يعجز اللسان عن التعبير علاش بيسك راهي عندي ريحه الجزائر راهي عندي ريحه البلاد وراهي عندي انسانه من البلاد وكيما نقولوا ثاني راهي ريحه الاكل تاع البلاد راهو يفحفح هنا في داري كيما قلت لكم صديقاتي راح نوري لكم واحد الضيفه راهي هنا بون هي دوك ما تعتبرش ضيفه بيسك راهي مستقره هنا في تركيا هي اخت جزائريه عندنا بي الله الله ناس الشرق تحياتي الناس الشرق بالمناسبه راهي هنايا عندي بون هي ولات جارتي زوجت هنايا وتسكن هنا قريبه ليا ايوا من بعد حكايه من بعد نحكي لكم انا وياها حكايه كيفاش تلاقينا وكيفاش كل شيء المهم راهي فرحه لا توصف بالنسبه ليا وبالنسبه ليها رانا واش نحكي لكم واش نقول لكم المهم بدون اطاله دوكا نروحوا ليها نشوفوا واش راح دير راهي اليوم راهي واش نقول لكم واش من كسكس واش من حميس واش من حط الله الله برك حاجه ملاحظه برك شوفوا الدنيا راهي كي ستاد داري داري راهي كامل كي ستاد راهي مرفوده كامل لي تابي بيسك مي راهي بديت لها لو بروغرام سمحوا لي شوف ما ديروش على الهضره بيسك راني الليل مانيش راقده والنهار راني مدبدبه قلت لكم رفدت كامل لي تابي تاع الدار بيسك بديت الميراي البروغرام باش نعلمها لي تواليت وبيان سور على بالكم ما يتعلموش تمتم ما تقوليش شغل في كل بلاصه دير عمايلها سي بوغ سا رفدت كامل لي تابي بيسك تقال ما نقدرش نغسلهم امبوسيبل وديجا غير كيما غسلتهم عند اللي يغسل لي تابي ما مشي كل دقيقه نبعدهم سي بوغ سا رفدت كلش قلت لها وكوني اليز وفي انقره هنا راهي واحد السخانه حنا رانا المهم اليوم نورمالمون لو بروميي اوت ما لقيتش التليفون تاعي كنت دايرتكم هنايا هنا لو بروميي اوت راهي واحد السخانه ما عندي واش نحكي لكم ولا واش قالوا صاحبتي هاي هاي دوكا نروح نوري لكم صاحبتي واش راهي مدايره ابخي وهي بيان سور ما توريش روحها مي تهدر هي راجلها هنا تركي بصح عقليه جزائري هذوك من جوغلي اتونسيون ما نشوفكش بالكي غيور كاش المكياج كاش الخرجه الشعره ما تخرجش من الخمار شوفوا الله الله غاسله كلش تخدم كيما انا تاع الدوزين كامل غسلتهم لا سالاد مغسوله هنا الرغوه تاعها وهذا الحميس الله الله واش نقول لكم الحميس البنات لا بروميير فوا انا نشوف انا ماشي مداريه نشوي صحتهم البصل ما نشويهش شفتو هي وشويه البصل وشويه الثوم قطعتهم دي بتي دي الثوم سكرفشتيه قولي لهم قبل مرحبا واش راكم كيفاش حالكم مساء النور مرحبا بكم شفت الله الله العنابيه الفحله عندنا تاع الشخص اللي بكم معانا ها شوفي عندي صاحبتي مريم بالك ما راكي شفتي في لي فيديو تاعي بالك القدم صاحبتي مريم تاعك مقسم طينه ثاني كيفك هكا فحله فحله الله يبارك كاش خطر نروحوا لها مريم انا جايينك مريم دوك تبدل لي ميغو وشوفوا شويه حتى الطوماطيش ودوك هذيك راهي تقطع هكذا نزيدو نوريو لهم ها نعطيهم الكسكسي تاعنا كيف ما قاعد يفور اها والكسكسي كيما قالت هي راهو يفور وهنا لاصوص تاعنا لاصوص تاعنا راني قاعده نقلب في الخضره مع الدجاج اهي درت هاك حب حب قالت لي باش ما تتحرحش باش نقدر نديكوريها فوق فوق الكسكس وعلى شكرا الله الدجاج تاعنا الصحه
نورمالمون نقطعوها الخضره على جنب ما تتهرش ما تتهرباش. ها بعدي كنجبدها كامله. ديكور الجزائري شتو ماني غير شتو شتو لي فرحانه راني غير هك شتو شفتو عندنا الجفنه ها عندنا الملح شتو شتو كتشوفو على الفريك خطره جايه. هاي جابت لي الفريك قالت لي لا بروشان فوا نديرو شوربه فريك والبولات وان شاء الله ونسالاد هكا ونديرو ثاني كديري معاهم بروغرام واحد اخر. قلت لها ان شاء الله باذن الله. الله الله هي ما بدا راهي دير في الكسكس ومازلنا مطولين. قلت لها لازم نديرو بريس قهوه تاعنا. الله الله شوفوا 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 الرائحه والجمال. واش نحكي لكم شهيتكم في الجنه وانتم كما شهيتكمش انتم الجزائر قهوه على راسها. اسنوا اللي قلت لي هنا هي القهوه عيدها. ايه ولا شوفوا شوفوا الطابله تاعنا. الله الله من ايادي الاخت العنابيه هذه لاصوص ولا المرقه دارتها جوغ ماهي بيضه ماهي حمراء غوزيه. هذا هو الحميص. الحميص راني يعني غير وقتاش ناكلو. شوف كيفاش الله الله مام ديكور. يعطيك الصحه عاشت ايدك بالصحه الله يسلمك. ها السلطه تاع الجزائر يعني شوفي لا سلطه الجزائريان. ما عندي ما نقول شحال توحشت هاد لا سلطه. البنات ما تامنوش عقلكم بيسك هما هنا الاتراك يخلطوا كامل البصل طوماطيش واش عندهم كامل يخلطوهم مع بعضهم. احنا هكا نديروا يعني شوف على بالكم جزائريين بيان سور. واش نقول لكم مع اللبن درت لهم شويه رايب الكسكس تاعنا بيان سور الطبق الرئيسي. شوفوا الله الله عليه بالخضره. فوالا حبيبتي ربي يعطيك ويمنيك ان شاء الله. ربي يجعلها سفره دايما ان شاء الله. نشوفكم في الجنه حباباتنا صحاباتنا مالينا. واش راح نقول لكم والله العظيم هاي تلاقينا في هذه الغربه ان شاء الله نكونوا خيات بمعنى الكلمه. ما نسيناش الكوكا. انا شوفوا انا الميزيريه هذه لازم بالكوكا لان نمسحوا قلبنا. درت شوفوا درنا شغل سفره صح جزائريه هكا كي نديروا والله العظيم يعطيك الصحه الحبيبه. هيا بسم الله بالجمعه والله ما عليش ما عليش مازال الجمعات مازال. هيا بسم الله يا ربي.